سوريا تحاول الرد على هذا الضغط الذي يحاولون استثمار اللاجئين فيه بالقول أنها مستعدة مستعدة لإعادتهم إلى سوريا. أصدرت عديدا من قوانين العفو عن الذين ارتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون السوري، مستعدة لمنح العفو لهم. الحظ طلع عفو عام، ما عاد لك أي كلام، لحق حالك يا. وها نحن الآن نقول بكل وضوح اللاجئون أهلا وسهلا بهم، هم أهلنا ونرحب بهم. كان هناك كلام فج جدا سياسيا من قبل مؤتمر عقد في بروكسل، عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال فيه أنه لا يود أن يعود اللاجئون السوريون إلى سوريا لأن الوضع في سوريا غير آمن. كان هذا كلام بشع جدا، حقير جدا، غير مطابق للواقع. ومعنى ذلك أنهم يريدون الاستمرار في إضعاف سوريا. الشعب السوري استطاع الانتصار بصموده وبمقاومته. صمودنا كان هو الجواب حتى الآن. من الممكن لهذا الصمود أن ينقلب، أن يتطور إلى شكل أكثر فاعلية. هو على الأرض هو الصمود السوري، وهو المساعدات التي تأتي من دول عربية. ازدادت هذه المساعدات بعد مؤتمر جدة بالتأكيد، لكننا ما نزال بحاجة إلى مزيد منها، هذا أمر واضح. نصيحة من هالتقن لحدا يرجع من دون